إذن ديرس هو اللي عنده قدرة على التجميع، وهو القلب، هو المحرك، هو اللي يحرك قاع في هذا الإجرام، هو اللي يحرك الناس اللي تكتب في الانترنت وتسب وكذا إلى آخره، هو اللي خرلة تظهر وكان سعيد سعدي هو اللي يقود. احنا نعرف انه عنده علاقات مع سعيد سعدي ديرس، بصح هو اللي خلى يظهر باللي سعيد سعدي بالشماعة. الآن يقول لك فشلت لأن فيها سعيد سعدي، يا وشماعة، سعيد سعدي كان واحد، حزبه واحد من عشرات الأطراف اللي شاركت، شاركت السناب آب، شاركوا منظمة حقوق الإنسان، شاركوا المحامين، شاركوا البطالين، شاركوا جمعيات أخرى، جمعية المفقودين، جمعية المختطفين، جمعية مكافحة الإرهاب، مجموعات كبيرة شاركت، وكان اللي شاركوا أفرادهم بصح جاو ربطوها في سعيد سعدي باش علاهم. سعيد سعدي يعرفوه بلي مكروه شعبيا، سعيد سعدي مكروه شعبيا، شكون هي يعني إلا غدوة جات انتخابات وجاب 1% نقول لكم كلمة بالدارجة يعني نحن 15 ما يجيبش 1%، ما معروف. لأن سعيد سعدي فيه هذه فيها غريب اللي راح اللي ساهم جزء من الحزب نتاعه باش يكسروا المسجد ثم، ولاد عمه هما اللي قاموا له، هما اللي ضده، يعني فيها غريب ما يقدرش، فيها غريب. الآن سعيد سعدي يدخلها بصعوبة في الفيلاج تاعه ناتال، وانا نقولها صراحة وهم يسمعوا فيها سعيد سعدي وحنا نقولوا لهم هذا الكلام ما عندناش إشكال، بس صح مادام راهم يحبوا يتحالفوا تكتيكيا مرحبا بكم. ومع ذلك باش نقول لكم الصراحة، رشاد احنا ما كانتش موجودة في هذا الأخر، لكن احنا دعمنا أي تحرك فيه 3 شروط. أي تحرك لو كان غدوة يخرجوا الإسلاميين ولا الشيوعيين ولا الأرسيدي ولا الأفافاس ولا، إذا توفرت 3 شروط في المسيرة نتاعهم راح ندعموها أوتوماتيكيا. الشرط الأول أن يكون التغيير تغيير جذري شامل وكامل لهذا النظام، ما نميزوش، ما نقولوش لا يروح بوتفليقة ولا يروح يحيى ولا يروح توفيق، لا يروحوا قاع النظام كله. هذا الشرط الأول، تغيير الجذري والكامل. الشرط الثاني أن يتم بطرق لا عنفية، أن يتم بطرق لا عنفية، بطرق سلمية، يعني الجماعة لو كانوا يدخلوا السلاح النظام يذبحنا بما يسمى بمكافحة الإرهاب. الشرط الثالث أن يكون أن يهدف إلى قيام نظام حر، ما يجيش واحد غدوة يقولك لا يطيح النظام بصح نديرو دولة علمانية، ولا يجي واحد يقولك لا نديرو دولة إسلامية واللي ماهوش إسلامي نرموه في البحر. نو، أن تكون دولة للجزائريين قاع، والشعب هو اللي قرر. ما نجوش كما بكري بعض الشعارات اللي رفعت عند بعض الإسلاميين دولة إسلامية بلا ما نفوطيو، رفع الشعارات ما يمكنش دولة إسلامية بلا ما تفوطيو. شكون قالك بلي أنت الأغلبية؟ شكون قالك؟ وشكون قالك باللي فرض؟ شكون قالك في الإسلام أنك تفرض دولة هذاك هو الصح؟ شكون قالك؟ أي حاجة تتم بالفرض ما تروحش، تمشيش، لازم الناس هي اللي تتبنى الشيء حتى يدوم ويطول ويتعمق. روح انت فرض على ابنك أنه يصلي ولا على بنتك أنها تصلي، يشوفوك يصلوا ومن بعد يروح يدير وش يحب، بس حين قنعته بالصلاة وبالإيمان وبالصيام وإلى آخره هو يولي يقول لك نبع منه الحاجات اللي ما تكونش نابعة بالإنسان من عمقه ومن حريته، ما يكملهاش، يتخبى عليك وخلاص. ومن بعد كما في إيران يقول لك 80% من الشباب الإيراني الآن ما يصليش، 80% تخيل، لأنه فرضوا عليهم الصلاة بالسيف. ما كانش صلاة بالسيف، ما كانش صلاة، قناعة، العبادات قناعة، إيمان، الإيمان إيمان. وش معنى الإيمان؟ يعني أنت يدخل في قلبك، أنت تأمن به. الإيمان لا يفرض لا بقزول لا بال، هذوك اللي يروحوا يغلقوا الناس ويضربوا لهم أبوابهم ويغلقوا وقت الصلاة، يقدر يغلق باب ويقعد لداخل يشرب الخمر وانت تحسبه وراح يصلي، إيه لا لك تقول لا. فالفرض يا الخوة راهو ما يمشيش، وراهو في الشرع أنا كما أفهم شرع الإسلام راهو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وراهم ما أو يقولوا ما جعلك وجعلناك عليهم بوكيل وما جعلناك عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بوكيل. راهي كاين، لكن كاين بعض الناس مفاهيم. اذا خلاصه الامر احنا راهو ما دعيناش كما قلت لهذا، احنا دعينا للمسيره اذا توفرت الشروط 3، ان يكون من اجل تغيير جذري وراديكالي لرحيل هذا النظام ككل، وان يكون بطرق لا عنفيه، وان يكون من اجل جزائر حره عادله فيها الحقوق والحريات لجميع الجزائريين، فنحن سنمشي وسندعو لأي مسيرة مهما كان اللي كان فيها. لو كان غدوة يخرج جنرال توفيق ويقول أنا راني نمشي معاكم المسيرة من أجل هذه الأهداف،
ونقول له تفضل. كي يسقط النظام يقوم قضاء عادل يحاسب كل واحد، يحاسب كل واحد، من أخطأ يتحاسب ومن أصاب يتجازى إلى آخر. لكن في وقت الراهن ما نشتوش رواحنا وندخلوا في التشتيت، ومع احترامي لكل الناس اللي انتقدوا وجود سعيد سعدي الآخر، لكن راه موجود كما قلت لكم لأسباب تكتيكية، لأن ما قدروش نقصوا واحد أو الجماعة اللي داروا، احنا ما شاركناش فيها جسديا جسمانيا، يعني متواجدين فيها بطريقة مختلفة، لكن ما مانيش جماعة اللي قربوا ثم قالوا إذا جاء وفق الشروط هي تغيير نظام تغيير جوهري ليسقط النظام، الله يبارك. وبعدين الآخرين اللي راهم ادخلوا انتوما وراها أحزاب مثلا كما الإصلاح والنهضة، وعلى الأقل هذو اللي مش متورطين بالمئة بالمئة من مع النظام، خليني من جماعة هذو حمص ولا الإيرندي ولا هذو مجرمين، نحكي على قياداتهم مش نحكي المناضلين. المناضل مثلا تاع حمص من أفضل المناضلين لو كان كانت قيادة جيدة يعني. فالنقطة اللي حبيت نقولها هي هذه، ومع ذلك راني نقول لكم راهم داروا لنا بسعيد سعدي هذه ما يسمى في الفرنساوية بالاربر كيكاش لافوري، حبوا يحطوه شماعة وحبوا يقولوا باللي هو، لأنهم عارفين الناس تكرهوها مادام فيها سعيد سعدي ومادام فيها كذا، فما ماهيش إشكالية. نعاود درك فقط شوفوا نقطة أخرى، المعركة مع النظام هذا معركة طويلة، أنا من الناس اللي راي في هذه المعركة منذ تقريبا 16 سنة، والخاوة اللي رام يظنوا باللي النظام هذا يطيح في 10 أيام ولا في 20 يوم ولا كما النظام التونسي ولا النظام المصري هم غلطين. النظام الجزائري ما هوش سهل، النظام الجزائري شبيه بالنظام التونسي والنظام المصري في أشياء كثيرة، لكن يختلف معهم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه النظام ما عندوش رأس، في مصر كان مبارك كان هو الرأس وكله تحته كله، لكن هو الرأس الحقيقية. في تونس بن علي، في المغرب الملك هذا محمد السادس، في ليبيا القذافي، في الأردن الملك، في السعودية الملك، والأخرين معاه، بس على طاح الرأس يتفتت شوية. النظام الجزائري راه رأس بسبع روس كما يقولك، طمة هذيك الطمة اللي عندها سبع روس، عندك في الدي ار اس، وعندك في الجنرالات تاع ليتا ماجور، وعندك جنرالات تاع الجندرمري، وعندك بوتفليقة إلى آخره، بصح اللي الأهم فيهم هما الدي ار اس، وفي الدي ار اس مش واحد، صحيح هو التوفيق هو الشيف، بصح معاه 18 جنرال، هم من أقوى الجنرالات على الإطلاق في البلاد، ومن أجرمهم على الإطلاق. إذن معناه إحنا عندنا نظام أخطبوطي، ما عندوش رأس واحد، عنده مجموعة رؤوس، هذه الفرق. الفرق الثاني، النظام الجزائري نظام عنده أموال ضخمة نتيجة للبترول، منها 160 مليار دولار راهي في وبهذه يشري الذمم ويشري الناس ويصرف وينهب ويشري الأوروبيين ويشري الإعلام ويشري، وبالتالي معركتنا أصعب، ويقدم خدمات، وواحد أروح تصيد عندي، وواحد أروح نعطيه الكذا، وواحد أروح نفتح لك أعطيه الأموال يخدم بيها واحد، وبالتالي يقدر يشري الذمم، ذمم تاع دول، ذمم تاع حكومات، ذمم تاع صحافة، ذمم أصعب من النظام المصري والنظام الجزائري التونسي. والسبب الثالث عندنا نظام دموي، دموي دموي، مش 200 ألف تسبوا فيها مباشرة وغير مباشرة، سواء هما اللي داروها ديركتهم وقتلوا وداروا دي مساكر وذبحوا وعدموا الناس في الطرقات وفي السجون وفي الآخر، ولا عن طريق الجماعات، سواء كانت جماعات إسلامية صحيحة ولا خاطئة، الجهة تاعهم راهو أكثر من 200 ألف، وهذا كما تعرفوا بوتفليقة هو اللي كان. هاي الفروقات الثلاثة ما بين النظام، ما عدا هذا الكل مشترك في الفساد وفي العصابات وفي النهب وفي كذا إلى آخره، كله كيف كيف. إذا فهمنا كيفاش نتعاملوا مع هذه الفروقات الثلاثة فأنا سنسقطها. إذا ما عرفناش، وبالتالي جينا نجيبوا مثلا التجربة التونسية في حد ذاتها ولا المصرية في حد ذاتها، ما تمشيش كما هي، بصح تمشي في جزء كبير منها، 90% نفسه، 10% هذيك هنا وين يدخل تدخل لا جيني، يدخل الذكاء ويدخل الانجينيرينج، البوليتيكال انجينيرينج، هنا وين يدخل القوة والفهم كيفاش تفعل. هذا مجال ممكن تكلموا عليه كثير، بصح برك نعاود نرجع لكم وخلاصتها يعني تقريبا، لأنه قاش كثير الوقت في هذا الفيديو، مع انه والله كيما راني نتكلم معاكم وكيما راني نشوفه كيما كيسقط بن علي، والله ايام برك كنت نناقش مع كثير من الناس يقولوا لي مستحيل ما يسقطش راح تخف الامور وكذا، وانا كنت نقول لهم والله غير يسقط، وسمعته راني قلته في الجزيره يعني مش حتى على العلن،
وقلت بعد يجي النظام المصري ويجي الأردني ويجي اليمني ويجي الجزائري، كاع جايين اطمئنوا، لأنهم كاع يحملوا الفيروس تاع الدمار تاعهم، كاع الفيروس من الداخل، كيما واحد يتحمل الفيروس تاع السيدة ويكون في ولا تاع السرطان ويكون في حالة منتهية راح ينهيه. هما كاع حاملين، والفيروس تاعهم هو شنو؟ هو فساد، استبداد، خيانة، وعدم كفاءة لإدارة البلاد. يعني أربع أشياء رئيسية، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني هما فاسدين، فاسدين لدرجة ما عندهاش حدود، ومفسدين ومستبدين وقتلوا ويعذبوا الناس ويدمروا الناس، وخونة يتعاونوا مع 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 الآخرين أعداء ولا خصوم ولا، ويبيعوا لهم الأوطان ويبيعوا لهم شعوبهم ويبيعوا لهم باسم مكافحة الإرهاب. والأمر الرابع واللي مخلاهم كاع ما عندهمش مانجمنت، ما يقدروش يسيروا دول. فكل هذا الأنظمة على اختلاف درجات طبعا، مش كيف كيف، يعني في نظام أسوأ من آخر إلى آخر، لكن كل ما كان سوء النظام وسيء كل ما كان نهايته حتمية. منهم نظام الجزائري، نظام اليمني، ونظام الليبي، والنظام السعودي، هذه حتميات، خاصة هذو أنظمة شوية كبيرة يعني. إذن هذا الأخر، هذا فيما يخص الإطار كله. والدليل قلت لك أنه قبل أيام من سقوط بن علي ما كانش، وقبل أسابيع ولا أسبوعين من قبل أسبوع من بداية الثورة المصرية، حتى لما بدأت الثورة المصرية كانوا يقول مستحيل سقوط مبارك. مبارك لحد الآن كان اللي يكلموا فيه يقول مبارك سقط، مش مصدقين. كان كثير المصريين مساكين قال لك ضربوا في في مصحات نفسية، صارت لهم انهيارات، ما صدقوش ما صدقوش. كان حتى اللي ماتوا بالسكتة القلبية حسب بعض المعلومات، مش قادرين يصدقوا انت كيفاش. فلكن اللي عاد عنده ايمان عميق ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، عندما غير المصري والتونسي غير ما بنفسه، واش غير؟ خرج الخوف. هنا في الواقع انت المصري والتونسي انه ترك الخوف، ما ولاش يخاف. شفناهم خارجين هكذا ويمشوا لهم، وكاين كانوا يمشوا لهم يطلقوا عليهم الرصاص. الخوف غير ما بنفسك، خرج الخوف من عندك راح لعنده، لان الخوف دائما كاين موجود عن بين البشر. تقعدوا ناس متخاصمين ولا متحاربين، الخوف موجود واحد عند واحد منهم ولا في زوج، صح؟ اذا انت خرجته من عندك وبعثته له، ينتقل الخوف الى الطرف الاخر. لما انتقل الخوف الى النظام التونسي ولا يرتكب في اخطاء فادحه، سقطته في بضعه ايام. ولما انتقل الخوف الى النظام المصري ارتكب نفس الشيء، سقطته في بضعه ايام. صحيح ان النظام المصري والنظام التونسي مازال عنده بقايا، لكن الرؤوس الرئيسيه والمهمه سقطت. احنا الان لازم نسعى، والخوف راه يتغير، راه ينتقل. يعني هذه اليوم المظاهرات اللي في عنابه، واللي في برج، اللي في بومرداس، واللي راهي في كل مكان، راهي في كل مكان. القائمه راهي طويله، ما قدرتش نقراها لكم كلها، لكن روحوا حتى جرايدهم هذه موجوده فيه. خلاص الناس ما ولاش تخاف. ولكن صحيح لازمنا نعود نفكر من جديد كيفاش المسيرات القادمة تكون أكثر تنظيم وأكثر فهم وأكثر عقلانية وأكثر تقدير. وساعدكم بذلك، لكن نطمئنكم، اطمئنوا، النظام هذا ساقط. إلا مش في أسابيع، في أشهر، وإلا تجاوز أشهر ما تعطلوش أكثر من سنة. لكن أنا على يقين شبه راسخ أنه إن شاء الله ما يكملش العام، وربما ما يكملش الصيف. اطمئنوا يا إخواني، تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.